ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا معنا اليوم بحلقة جديدة ووصفة جديدة. اليوم زي ما أنتم شايفين معنا ضيف، معنا هاشم. كيفك هاشم؟ الحمد لله. أوكي، هاشم اليوم بده يحضر وجبة هو دايماً بيعملها وبيحضرها، مكوناتها كتير سهلة وبسيطة. بس أنا قبل بدي أحكي لكم عن زي ما أنتوا شايفين هون، هي بده يعمل هاشم، معلش أنت تحكي لنا قبل شو بدك تعمل. رح اليوم نعمل فطور زاكي، رح مكوناته يكون لبن، فراولة، سيريال و فواكه تانية معانا، وعسل وجوز هند. أوكي هاشم، أنت عادة بتحب تنقي السيريال اللي هيك السادة ولا بتحب اللي عليهم ألوان وسكر أكتر؟ ألوان، بس سمعت إنه فيهم صبغة وسكر فبطلت أكلهم، صرت أكل السادة. برافو عليك يا هاشم. اوكي احنا هلا رح ننتبه، لازم انه ننتبه دائما لما عمالنا بنشتري السيريال او حبوب الافطار تبع الاطفال على كمية السكر الموجودة فيه، لانه كتير من الاهالي للأسف بفكروا انه هم عمالهم بيعطوا اطفالهم وجبات صحية لما عم بعملوا لهم الصبح الحليب مع هاي انواع حبوب الافطار اللي فيه منها بيكون زي ما حكالنا هاشم مليانة بالصبغات والالوان والسكريات. هلا كيف لازم نعرف؟ احنا لازم نقرأ الملصق الغذائي بيكون موجود عليه قدي فيه سكر وقديش فيه دهون وقديش فيه سعرات. وعشان ما أصعب الموضوع عليكم اطلعوا على العمود اللي مكتوب فيه الديلي فاليو percentage، هي بتكون محطوطة دي في وبرسنت. إذا كانت كمية السكر والدهون فيها أكثر من 10% بتكون هاي انه هي غنية بالسكريات، هي اكتر من 20% تعتبر عالية، احنا دائما بنحاول ناخدها اقل من 10%. اما اذا كانت ما بين 0 ل 10% فاحنا بنكون بالجهة الامنة وبناخد هذا السيريال. فاحنا اليوم اخترنا زي ما حكى هاشم سيريال سادة ما فيه كميات سكريات كتيرة. طيب نبلش بالوصفة، ايش بدك اساعدك؟ اقطع لك الفواكه. نقطع الفواكه. طيب انت بتحب الفواكه يعني هاشم؟ كم من مرة باليوم تاكل؟ 5 مرات. برافو عليك، برافو عليك. اوكي اذا هلا بتحتاج لمعلقة صح؟ اوكي انا رح اقطع لك. اول اشي رح بحط اللبن. تمام، عبر ما انت تحط اللبن انا رح اقطع لك الفراولة. اوكي حطينا اللبن، ايش بدك تحط بعدين؟ السيريال. اوكي بدك معلقه زن كبيره، تفضل نحط اللبن هيك. حكيت لي انه انت دائما بتعملها هاي. ايش فواكه تانية بتحب غير الفراولة والكيوي؟ تفاح. وكلمنتينة. اها شطور. اوكي هلا ايش بدك تحط؟ الفراولة. اوكي إيه بتحبها مع الحليب ولا مع اللبن؟ مرات بعمله مع اللبن ومرات مع الحليب. اها برافو عليك. بتعرف لايش الحليب مفيد؟ للعيون. للعيون؟ الحليب مفيد للعظام عشان هو بعطينا كالسيوم بعطينا بروتين. اوكي خلينا نكمل. هاي الفواكه. بدك موز كمان ولا هيك بكفي كيوي وفراولة؟ كيوي وفراولة وكمان موز. اوكي بنحط شوي هاي الكيوي اذا بدك تاخده. ما بدك تحط عليه سكر؟ لا رح ازيد عسل بالاخر. برافو برافو يا عيني، كتير شكلها حلو يا هاشم. هلا راح نحط العسل. اوكي اساعدك انا. ممكن معلقه ونص معلقه. اوكي هيك حطينا العسل وضل كمان بدك تحط عليها كوكونات جوز الهند. يا عيني شكلك يا هاشم رح تصير شيف شاطر. هلا راح نحط الجوز.
كثير شكلها زاك يا هاشم، وانا كثير مبسوطه انك انت اليوم كنت معنا. بحب انه انتوا تشاركوا اطفالكم بالمطبخ دائما، حتى يعملوا الوجبات هاي الصحيه، تحطوا لهم الخيارات الصحيه قدامهم وتشجعوهم على اختيارها. وصحتين وعافيه. برافو هاشم، كثير شكلها زاكي. ريوان المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية.